صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المقصود بالسماء عندما يذكر المطر السحب أم السماء الدنيا؟ وما المقصود بلفظ السماء؟ السماء يطلق إطلاقين، إطلاق بمعنى المبنية، السماء المبنية، السماء المبنية سبع الطباق، ويطلق ويراد به ما على وارتفع، ما على وارتفع، مثل عنان السماء، مثل السحاب المسخر بين السماء والأرض، وأنزلنا من السماء ماء، يعني من السحاب، لأنه مرتفع يسمى سماء، وكل ما على وارتفع يسمى سماء. نعم.